احنا ده فيديو سريع كده لشيت 1 في مادة السيستم اللي هي الجزء الثاني من مادة الكنترول. بس قبل ما نبدأ في شيت 1 هنحتاج بس كده نعدي على الشرح شوية. قبل ما نحل شيت 1 احنا بس محتاجين نعرف 3 حاجات بالظبط، هما 3 حاجات مفيش رابع. بس أول حاجة القوة اللي بتتكون بأساس الماس دي عبارة عن إن الإف بتاعك بتساوي الإم إيه، بس كده. يعني إيه الإم إيه؟ يعني القوة بتاعتك بتزيد كل ما الأكسلريشن بتزيد، والماس ده هو كتلة الجسم اللي احنا هندسه. يبقى أول قوة هنعرفها عن معانا إن هي القوة الناتجة عن الماس بتاع الجسم نفسه، البادي نفسه. تاني قوة معانا دي أول حاجة خلصت، خلاص ناس حاجتين، شفت السرعة. تاني حاجة معانا هي القوة الناتجة عن الفريكشن. القوة الناتجة عن الفريكشن هي البي في السرعة أو فرق السرعة، الإف بتاعتي اللي هي القوة بتساوي البي في الدلتا في أو البي يعني، والبي دي هي الفريكشن كوفيشنت. لو هنفتكر في ثانوية عامة، لو حد كان عربي مش مدرسة لغات يعني، هنفتكر إن الماس دي كانت هي الكاف عين أو الكاف جيم، اللي هي كانت الكتلة القوة الناتجة عن الكتلة في العجلة، اللي هي الكتلة في العجلة دي كانت القوة الناتجة عن الماس. دي كانت الميم عين اللي هي القوة الناتجة عن الفريكشن، اللي هي الميم كانت معامل الاحتكاك ساعتها لو حد كان عربي وفاكر يعني. بس فهو نفس القانون يعني، هي القوة بتاعتك بتساوي البي اللي هي الفريكشن كوفيشنت بتاعتي في فرق السرعات. دي تاني حاجة. بس التاني حاجة فيها حاجتين، يا إما الماس البادي بتاعك موجود على سطح كده خشن وفي فريكشن كوفيشنت دي، أو يكون حاجة زي الداشبورد دي اللي هي يعني أول ما تشوف الرسمة دي كده، اللي هي دي اللي موجودة في اللي هنرسمها في الفريد بادي دايجرام، هيجي في دماغك ده. ده نفس القانون بتاعك ان هي برضو البي في فرق السرعة بتاعتك. ده معناها ايه؟ يعني ايه الفريكشن؟ يعني يعني ايه الفريكشن معتمد على السرعة؟ يعني كل ما تزود السرعة بتاعتك القوة بتاعتك بتزيد. يعني ده لو فتحت الباب اسرع شوية الاحتكاك او القوة اللي انت هتبذلها هتبقى اكبر بكتير من لو فتحته مثلا ببطء، هتلاقي الاحتكاك ابطأ. نفس الفكرة هنا، لو انت عملت الجسم بتاعك باكسيريشن اعلى فهتلاقي ان القوة بتاعتك زيادة. بس دي حاجتين. تالت حاجة معانا هي السبرينج. السبرينج طبعا كلنا عارفين ان هو الكي في الاكس، اللي هي الكي بتاعتك اللي هي الكوفيشنت بتاع السبرينج نفسه في الاكس بتاعتك اللي هي المسافة، او الدلتا اكس بتاعتك اللي هي المسافة. مثلا كانت عند اكس نود بقت اكس، فهتطرحهم مع بعض يعني ده فرق المسافة. كده انت خلصت 3 حاجات، 3 قوى اللي احنا هنستخدمهم. رابع حاجة في الاخيرة اللي احنا هنستخدم القانون ده، اللي هو الدلتا اف بتاعتك بتساوي زيرو. دلتا اللي هو قصدي السمشن بتاع الاف كلها بتساوي زيرو، او الاف اكسترنال اللي هي اللي في اتجاه لوحده دوت بيساوي كل الافات او كل الفورسز اللي بتأثر على الجسم دوت. من غير يعني كتير، تعال نشوف الشيت وهتعرف ان الموضوع سهل جدا يعني ان شاء الله. بيقول لك كل الحاجات، هو عايزك ترسم الفري بادي دايجرام وعايزك تكتب الايكويشن بتاعه السيستم اللي قدامك دوت. احنا اول حاجه بنعملها نمسك سيستم سيستم. فتعال نمسك الاول M1. يبقى انت عندك هنا M1 وعندك M2. ال M1 لازقه فيه او مربوطه بسبرينج هنا، ومربوطه هنا بداشبوت اللي هي الفريكشن. وخد بالك من اللي تحت هنا، لو راسم لك عجلتين كده يبقى دوت مفيش فريكشن تحت كده، فانت هتستخدم الفريكشن ده بس. وهي نفس الكلام بس هنا مفيش عجلتين، في اكساك كده. فهو بيقول لك في هنا بي اللي هي بي 2 وهنا بي 1، ويقول لك ان الاثنين ماسز دول مربوطين بسبرينج الكي بتاعته بكي 2 او الكوفيشنت او الكونستنت بتاعته بكي 2. وبيقول لك هنا الاكس ماشيه كده وهنا الاكس ماشيه كده. بمنتهى البساطة أنا بس استأذنت الششتاوي أكيد في اللي أنا أعمل كده، اللي أنا أشرح على الحل بتاعه، عشان أنا لما حليت ما كنتش عامل حساب إن أنا أصور، فكنت بحل بكروتة يعني. ف نشرح على الحل العظيم بتاع الششتاوي ده. الـ M1 بتاعتي لو أنتم فاكرين، لو أنتم فاكرين الـ M1 أهو. بص، أول حاجة أنت بتعملها في الفري بادي دايجرام، يعني ركز على الصورة دي كده قدامك. اول حاجه بنعملها بنحدد الاتجاه بتاع الحركه. الاتجاه بتاع الحركه عامل كده، عرفته منين؟ عرفته من اتجاه الاكس بتاعتك. الاكس بتاعتك هو قايل لك بكام؟ هو قايل لك يمين كده. فانت اول حاجه بتعملها هندرس M1 بس، مالكش دعوه باللي باقي، M1 بس. فالاتجاه بتاعها هو يمين. انا رحت فين؟ الاتجاه بتاعها هو يمين. حلو كده. بتروح بقى ترسم القوه بتاعتك. انت خلاص كتبت عملت مربع كده كبير في ال M1، ترسم القوه بتاعتك. اول قوه عندك اسمها الاف بتاعتك، اللي هي الاف دي، اللي هي ال FA دي external force. انت اللي بتعملها، انت اللي بتؤثر عليها. والاكس ده هو اتجاه الجسم اللي بيتحرك فعليا. يبقى انت بتدرس اجسام بتتحرك فعليا وبتؤثر على القوه. يعني هو الجسم مش ساكن وانت بتاثر، لا هو الجسم فعلا بيتحرك. الحركه بتاعته ايه؟ يمين. والقوه بتاعتك ايه؟ يمين كمان. حلو كده.
لما تيجي بقى قبل ما ترجع كده فري بودي دياجرام، انت عندك هنا سبرينج. السبرينج بيعمل عكس او بيعمل قوة عكس الحركة، فانت عارف ان قوة السبرينج ايا كانت هو كومبريشن ولا تنشن فهو هيبقى عكس الحركة، الحركة يمين فهو شمال. طب الفريكشن بتاعك، انت عارف ان الفريكشن برضه بيبقى عكس الحركة، فالحركة يمين يبقى هو اتجاهه شمال. هنا في سبرينج تاني، انت عارف ان السبرينج بيعمل عكس اتجاه الحركة، الحركة يمين فهو هيعمل شمال. فانت اول معلومة عرفتها من اول سؤال انت هتستخدمه في الخمس اسئلة بتوع الشيت دوت، اللي انت كل اللي بترسمه تبع الفريكشن بيبقى عكس اتجاه الحركة، الحركة يمين فيبقى كل القوة بتاعتك شمال ما عدا الاكسترنال فورس بتاعتك، هو هيقول بتاعته يعني بتاعت المسألة هو هيقول لك هي بتشاور فين. فتعال كان نطبق النظرية دي كيف في الايكويشن بتاعتي، هتلاقي ان اول سبرينج بتاعك هو قايل لك هو بكي 1، هو بكي 1 يبقى اضربه في اكس 1 اللي هي اكس 1 اللي هي يعتبر مثلا اكس 1 على 0 لو بادئ هنا من الزيرو مثلا، فهي هتضرب في كيس اكس 1، يبقى دوت اول قوة عندك. فين اتجاهها؟ فين اتجاهها؟ شمال اهو. طب تاني قوة عندك اللي هي البي 1، البي 1 دي مضروبة في ايه؟ احنا قلنا بتضرب في الفي او فرق الفي هات، هنا هتضربها في الفي بتاعتك اللي هي نفتكر بقى مصطلح مهم كده الاكس نوت والاكس دبل نوت. الاكس نوت هي اول ديريفاتيف من الاكس اللي هو السرعه، طب الاكس دبل نوت هي تاني ديريفاتيف من الاكس اللي هي العجله اللي هي الاكسيليريشن. فانت لو عايز تعبر عن الفي بتاعتك بتكتبها اكس نوت، لو عايز تعبر عن الاي بتاعتك بتكتبها اكس دبل نوت. حلو كده، فده الفريكشن التاني او القوه التانيه اللي هي بي 1 اكس 1 نوت اللي هي المفروض بي 1 في 1. حلو كده. طب تالت القوة بتاعتك بتاعت الكي 2 احنا قلنا اتجاهها شمال، طب هنكتبها ازاي؟ طب انا عارف انا السبرينج دوت لازق في الام 1 ولازق في الام 2، هنكتب الكي 2. حلو كده، وهنفتح قوس هنكتب الاكس 1 ماينس الاكس 2، يبقى انت بتاخد الفرق بينهم. طب مين طرح مين؟ لو انت بتدرس الجسم اللي هو ام 1 فهتكتب اكس 1 ناقص اكس 2، لو بتدرس الجسم اللي هو ام 2 هتكتب اكس 2 ناقص اكس 1، يبقى انت اللي بتدرسه اكتبه في الاول بس، مفيهاش أي موضوع صعب. نمسح بس الكلام ده عشان ما يلخبطناش كده. فأنت هترسم التالت قوة بتاعتك اللي هي بتاعت الكي 2، أنت تدرس ام 1 فتبقى اكس 1 ماينس اكس 2، فدي كده تالت قوة عندك. طب ناقص لك قوة اللي هي ايه؟ الاف ايه قلت لك هترسمها زي ما هو مديها لك اللي هي يمين اللي هي مع الحركة، الحركة كانت عاملة كده. طب ايه هي القوة دي؟ وليه داش لاين كده؟ ليه مش شبه الباقي؟ إيه؟ هو اكيد يعني مش عاملها كده وخلاص. الفكره هنا بس هو بيعبر لك ان القوه دي الوحيده اللي جايه من حاجه مش متشافه، يعني الماس بتاعتك انت شايفها بس هي حاجه جوه الجسم نفسه، دي خاصه بالجسم نفسه، بتقاس بت بت بتتغير على اساس الماس بتاعت الجسم نفسه والاكسيليشن بتاعت الجسم نفسه. هنا كانت بتتاثر بالكي اللي هي السبرينج، حاجه ماديه انت شايفها، هنا كانت بتاثر بالبي اللي هو الفريكشن اللي هو بتاع الداش بوت او بتاع الفريكشن اللي على السطح، دي برضو حاجه خارجيه من الجسم. هي نفس الكلام سبرينج، هنا قوه انت بتعملها بس الداش لاين دوت هو الماس، دي خاصه بالكتله نفسها، فده احنا بنعبر عليها بالداش لاين ده. فهتبقى ال M1 في ال A بتاعتك acceleration بتاعتك اللي هي X1 double dot، وانا بدرس ال M1 فاكيد هكتب ال X1 و double dot يعني acceleration. هتكتب بقى المعادلة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ هتكتب كله يعني اعمل summation لكله وساوي بالصفر او على اساس الاتجاهات طبعا، او هات القوة اللي هي في اتجاه لوحدها كده وساويها بكل الاتجاهات اللي هي الشمال كده اللي هي الاربعة دول كده اللي هو دي والتلاتة دول. فلو كده كتبتها هو كاتبها الششتاوي اهوت ال FA لوحدها وكاتب جامع كل القوة التانية اللي هي بتاعة الماس، بتاعة كي 1 اللي هي سبرينج الأول، بتاعة الداش بوت بتاعتك اللي هي البي 1، بتاعة السبرينج التاني اللي هو لازق فيه الاتنين ماسس. تعال نشوف احنا كده دوت في ايه، في أول جسم، في أول شكل من الجسم بتاعنا، أول شكل من السيستم بتاعنا. الشكل التاني اللي هو دوت نفس الفكرة بالظبط بقى، هنا عامل لك فريكشن اهوت بي 2، هنا عامل لك سبرينج والحركة بتاعته يمين، بس كده انت هتروح ترسم الحركة بتاعته يمين. فانت عارف ان الـ كل القوة بتاعتك هتبقى شمال ومفيش اكسترنال فورس هنا، فكل القوة شمال، هنا بي 2 اكس 2 دوت اللي هي بتاعت الفريكشن اللي تحت هنا كده، وهنا الكي 2 قلت لك هي بتأثر برضو شمال، هي عادي في نفس في عكس اتجاه الحركة، بس المرة دي كتبنا اكس 2 ماينس اكس 1 عشان احنا ندرس ايه الماس 2. وهنا نفس الكلام اللي هي الام 2 في الاكس 2 دوت اللي هي جاية من الماس نفسها، وهتساوي برضو كله بالصفر، هتجمع كله وتساويه بالصفر. الام 2 بتاعت الماس هنا بتاعت الفريكشن بتاعت السطح هنا كده اللي كان هنا كده اكساك كده، وده السبرينج التاني، وعملنا اكس 2 ماينس اكس 1 عشان احنا ندرس الماس 2 وساوينا بالصفر. الفيديو
فيديو على كده اقفله. انا حقيقي مش هقول اي حاجه، يعني كل اللي هعمله بس هوريك شويه، هوريك تطبيق على نفس الجروب. فانا مش هطول في المساله تاني، يعني اول مساله بس كده عشان كنت بشرح لك وبفصل لك بالظبط هنكتب المعادله ازاي. باقي كده هعيد نفس الكلام. فهنا مثلا في كويستشن 2 مثلا بيقول لك اعمل لي فري باراجرام برضو اكتب لي الايكويشن بتاعت السيستم دوت. هندرس برضو جسم جسم، الجسم دوت لازق في الكي 1 هنا، سبرينج هنا، وكي 2 هنا اللي لازق في الاثنين، وداش بوت هنا اللي هي بي 1 لازق في الاثنين. وهنا بيقول لك الحركه بتاعتك شمال والحركه هنا بتاعتك يمين، وفي هنا اكسترنال فورس شمال، وهنا في فريكشن كده مع السطح، وهنا مفيش. حلو كده. هنروح نشوف الجسم 1 اللي هي كانت اللي على اليمين، كانت لازق في سبرينج كده. احنا اول بس هنعمل ايه، هنحدد الحركه بتاعتنا. الحركه بتاعتنا كانت فين في المساله بتاعتنا؟ الحركه بتاعتنا كانت شمال. روح كده وارسم خط شمال كده. يبقى كل القوه بتاعت الفريكشن اللي عندك، انت عندك كل القوه اللي انت بتدرسها كده هي اصلا بتوعيك، بتعمل ايه، بتقلل الحركه او بتمنع الحركه او بتبقى عكس اتجاه الحركه. فكل القوه بتاعتك الشمال، ما عدا طبعا لو في اكسترنال فورس عندك، فهترسم الكي 1 اكس 1 اللي هي كانت تبع السبرينج اللي هو دوت، اللي هي كي 1 اكس 1 اللي هي الاكس 1 دي بتاعت الجسم، وهترسم الام 1 اكس دبل دوت اللي هي بتاعت الماس بتاعت الجسم نفسها، اكس دبل دوت اللي هي الاي اكسلريشن بتاعتك، والام بتاعت الماس عادي. هنا هترسم برضو بالفرق بينك نفس الفكره بتاعت السبرينج. هنا تدرس ام 1 فالحركه بتاعتك شمال، فانت عارف ان القوه بتاعتك ايه، يمين، ونفس الكلام هنا يمين. فلما تكتب الكي 2 هتكتبها الفرق ما بين الاثنين، الفرق ما بين ايه الاثنين، اللي هم الاكس 1 والاكس 2 يعني. فالمفروض تكتب ايه، كي 1 كي 2 قصدي مضروبه في اكس 1 ماينس اكس 2 صح، بس انت شايف انه كاتب اكس 1 بلس اكس 2. طب ليه؟ عشان الحركه بتاعتك بتاعت الجسم التاني مش نفس اتجاه الحركه، هي يمين. فانت لو خدت كده مثلا اكس اكسس مثلا كده، وقلت مثلا ان كل اللي داخل شمال سالب وكل اللي داخل يمين موجب، فلما تيجي تطرح هتلاقي في اشاره بتطير اشاره، يعني سالب في سالب بموجب. ففي الاخر لو انت عندك الاثنين داخلين في بعض كده، الاثنين يعني عكس اتجاه الحركه، فبتعمل بلس ما بتعملش ماينس. لو الاثنين في نفس اتجاه الحركه يبقى اساس القانون بتاعك ايه، ماينس، اللي هي شبه المساله دي، الاثنين كانوا في نفس اتجاه الحركه، فعملنا K2 X1 minus X2، او لما درسنا M2 كانت X2 minus X1. هنا الاثنين في الاثنين عكس اتجاه الحركه، فلما تدرس حاجه ما بينهم بتجمعهم مش بتطرحهم. حلو كده، عظيم. نفس الكلام في B1، فلو جينا شفنا هنا لانك هو كتب K2 داخله يمين عشان اتجاه الحركه شمال. انا ليه بمسح، انا ليه بمسح، ها انا ليه بمسح الاتجاه بتاع الحركه بتاعتك شمال كده، هتبقى اكس 1 بلس اكس 2 اللي هي بتاعت السبرينج كي 2. نفس الكلام هنا في بي 1 هتبقى اكس 1 دوت بلس بلس اكس دوت اللي هي بتاعت الفي هات، يعني اللي هي بتاعت السرعه. وبعد كده هتعمل، هتجمع كل القوه بتاعتك بتاعت الماس بتاعت كي 1 بتاعت كي 2 بتاعت بي 1، وهتساوي بالزيرو. لو في، لو كان مثلا في اكسترنال فورس مثلا شمال كده هي اللي بتؤثر بالحركه اسمها اف، اف اي مثلا، فكنت هتقول ان هي بتساوي الاف اي، هكنت هتدخل اف اي جوه بالسالب يعني، مش حوار. فانت كل الحاجات بتجمع كل قوة ايه بتساويها بالزيرو. نشوف الماس رقم 2، نفس الكلام بقى. انت عندك هنا اتجاه الحركة فين بقى؟ هنا، هنا اتجاه الحركة يمين، اكس 2 اتجاهها يمين. فتعالى ارسم اتجاه الحركة بتاعك يمين كده، هتلاقي ان كل القوة بتاعتك شمال، كل القوة بتاعتك شمال، ده حتى الاف اي بتاعتك هو رسمهالك في الشمال. بس هترسم القوة بتاعتك كي 2 في اكس 1 بلس اكس 2 برضه اللي هي كانت رابطة ما بين الاتنين. نفس الكلام في بي 1، الفي 1 بلس في 2 او الاكس دوت بلس اكس دوت، هنا البي 2 في اكس 2 بتاعت ايه، بتاعت ايه، افتكر ان كان في هنا فريكشن بي 2. حلو كده، اتجاهها برضه شمال، اتجاهها عكس اتجاه الحركة. اي فريكشن عندك بيبقى اتجاهه عكس اتجاه الحركة. هنا الفريكشن ده يعتبر فريكشن برضه بي 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 بيمنع الحركة، اللي هي الماس. كل ما الجسم بيتقل كل ما بيصعب عليك تحريكه، او كل ما الاكسلريشن كمان بتاعته بتكتر. فتبقى الام 2 في الاكس بتاعت الماس دوت دبل دوت اللي هي الاكسلريشن، والاف اي اللي هو بتاع لك اللي هي الاكسترنال فورس. تكتب القانون بتاعك هتلاقي ان الاف اي هنا بقى راحت مع اخواتها بقى اللي هي الفريكشنز بقى كلها، فتبقى اف اي بلس الام 2 بلس الكي 2 وهكذا، هتساوي في الاخر بالزيرو. بس كده، ما قلتش اي حاجه زياده عن اول سؤال. زي ما قلت لك الفكره كلها في ازاي تكتب اول معادله، بعد كده تلاقي كل الاسئله شبه بعض. تعال ندرس الكلام دوت مثلا كده. السؤال الثالث هتلاقي هندرس ام 1 وهندرس ام 2. الام 1 هنا في فريكشن تحت، في هنا سبرينج واتجاهها يمين، وفي هنا سبرينج رابط ما بين الاثنين، وفي هنا فريكشن رابط ما بين الاثنين. تعال نشوف ام 1 مرسومه ازاي اهي. الاتجاه بتاعها اتجاه، بيقول لك كمان في ايه، في قوه يمين اهي، فهتروح هنا
هتلاقي فيه قوة يمين. خلاص كده انت اول بس حاجة هتعملها ان اتجاه الحركة بتاعك فين، اتجاه الحركة بتاعت الاكس 1 يمين. خلاص يبقى انت الكلام ده هو كله بيمشي يمين، يبقى كل الفريكشنز اللي عندك اتجاهها شمال، واكتب بقى كل فريكشن على اساس العوامل بتاعتها يعني. فالاف ايه هو مدالك يمين، خلاص اكتبها يمين كده واخلص منها. هتلاقي K1 X1 اتجاهها شمال، هتلاقي B1 X1 دوت اتجاهها شمال، اللي هي ديت اللي هي الفريكشن قصدي. بعد كده الام بتاعت الماس نفسها تضربها في الاكس دبل دوت اللي هي الاكسلريشن بتاعت الجسم، والبي 3 الفرق ما بين الفي هات اللي هي السرعات، والكي 3 والفرق ما بين الاكسات. الفرق اتكتب ازاي؟ اتكتب انك هنا الاكس بتاعتك في نفس اتجاه الاكس، فانت بتدرس الام 1، يبقى هتقول الكي 3 اكس 1 ماينس اكس 2 نفس الكلام، بي 3 في اكس 1 ماينس اكس 2 اللي احنا كتبناه هنا. والخطوه الاخيره ايه؟ انك تجمع كل دوت وتساوي بالصفر. فسؤالك ان الاف ايه بتساوي كل القوه اللي عندك هنا عشان عكس اتجاه الاف ايه. ايه الجسم التاني عمل فيه ايه؟ الجسم التاني تعال نشوف الاول شكله كان مربوط ازاي. كان مربوط بالكي 2 وكان مربوط بالكي 3، ما بينهم كان مربوط بالداشبورد ديت ما بينهم برضو، ومفيش عليه اكسترنال فورس. الاكسترنال فورس دي كانت على الام 1 بس، وهنا فيه فريكشن برضو مع السطح. فتعال نرسم كده هنا الام 2، هنا انت عندك الكي 2 اكس 2. خلاص انت عارف ان هو ماشي ازاي، ماشي ازاي، ماشي يمين. اكس 2 بتاعتك يمين، حلو. تعال روح هنا كده وارسم انا وارسم يمين، يبقى القوة كل القوة بتاعتك ايه؟ شمال، ومفيش كمان اكسترنال فورس. فالكي 2 اكس 2 اللي هي كانت على اليمين دي شمال، الفريكشن بتاع السطح كان شمال برضو اللي هي البي 2 في السرعة بتاعته، وده بتاعت الماس نفسها، وده الكي 3 اكس 2 ماينس اكس 1 اللي هي نفس القوة اللي فوق بس عكست بس الاكسات اللي هنا. حلو، زي ما شرحنا في اول سؤال انت بتكتب الاكسات اللي هنا ازاي. ونفس الكلام بي 3 نفس القوه اللي فوق بنفس العوامل بتاعتها اللي هي كانت دي كده، واللي هي كي 3 اللي هي كانت دي كتبتها هي هي بالظبط، بس هنا فرقت بس الاكس 2 ماينس اكس 1، وهنا اكس 2 دوت ناقص الاكس 1 دوت. الخطوه الاخيره ايه؟ انك تكتب المعادله بتاعتك، تنقل بس القوه اللي انت كتبتها هنا تنقلها في معادلة واحدة، انك تجمع القوة كلها وتساوي بالزيرو طبعا على اساس الاتجاهات. لو في اكسترنال فورس فاحتمال تبقى عكس الاتجاه، بس مفيش اكسترنال فورس فهتلاقي كله في نفس الاتجاه عشان كلهم قوة احتكاك، كلهم قوة فريكشن يعني. تعال نشوف رابع مسألة، لو ناقص رابع مسألة وخامس مسألة بس يعني. ممكن اشرحها الرابعة والخامسة تبقى نفس الفكرة مفيهاش اي اختلاف. نشوف رابع مسألة هنا بقى، في 3 ماسس ولا يهمك كل ماس لوحدها هنتكلم عليهم سريعا. ال X1 يمين، ال X2 يمين، ال X3 يمين، يبقى افتكر ان كل القوة كل الماسس بتاعتك داخلة يمين ومفيش أي فريكشن، كلهم عجل كده فكلهم سموث، كلهم ناعم، مفيش أي فريكشن خالص، مفيش أي معامل احتكاك تحت كده. هنا عندك B لازقة مع ال K، ال B مع ال M1 بس، ال K مع ال M1 بس وهكذا بقى. تروح تشوف كل element لازق في ايه ومربوط بايه. فلو جيت حلتها احنا قلنا ان كله يمين، كله يمين اهو، فهتلاقي ان كل القوة بتاعتك شمال، وتكتب نفس الكلام بقى. ال K1 مربوطة بال M1 بس فتبقى K1 X1، ال B1 نفس الكلام بال M1 بس فتضربها في ال V بتاعتها، ده بتاعت الماس بتاعتك اللي هي في الاكسلريشن. وهنا الفرق ازاي؟ كلهم في نفس الاتجاه فتبقى K2 في ال X1 بتاعتك اللي انت بتدرسها ناقص اللي مربوطة فيها اللي هي X2، نفس الكلام في ال B2 وال B1. البي 2 اللي هي الداشبورد بتاعتك اللي مربوطه بالام 1 والام 2. بعد كده هتعمل الخطوه الثانيه ايه، او الخطوه الاخيره في الماس بتاعتك ايه؟ انك تكتب المعادله كلها وتساويها بالصفر. طب نشوف تاني جسم نفس الفكره بالظبط، كل اللي هتعمله انك هتحدد اتجاه الحركه هو كان يمين برضو، بعد كده كل الفريكشن اللي عندك شمال. الكي 2 اكس 2 ماينس اكس 1 ليه؟ عشان كانت مربوطه بالام 1، فهتطرح الاكس 2 بتاعتك انت بتدرسها ناقص الاكس 1 اللي انت مربوطه فيها. نفس الكلام في البي 2 هتضرب في الفرق البي هات، الام 2 دي تبع الجسم نفسه فبتضربها في الاكسلريشن بتاعته بس، مفيش فرق هنا، بتضربها في الاكس في الاكسلريشن اللي هي الاكس دبل دوت بتاعت الجسم بس، دي الام بتاعتك اللي هي القوه بتاعت الام نفسها. نفس الكلام في الكي كانت مربوطه بالام 3 فطرحت الاكس 2 ناقص اكس 3، نفس الكلام في البي 3. كل اللي هتعمله هتجمع كل القوه وتساوي بالصفر. السؤال التالت نفس الكلام بس كان فيه اكسترنال فورس، فلما تكتب كل القوة بتاعتك بنفس الطريقة عادي خالص عشان الاتجاه بتاعك يمين صح، يبقى كل القوة الفريكشن عندك شمال. كل اللي هتعمله هتكتب نفس الكلام كي 3 اكس 3 ماينس اكس 2
عشان بتدرس اكس 3 نفس الكلام في البي 3، والقوة بتاعتك بتاعت الماس هتبقى شمال برضو عشان بتمنع الحركة. في نفس الكلام مش هعيده تاني يعني، وكل اللي هتعمله هتكتب كل المعادلة، ظهر لك هنا ترم كده مش زيرو علشان ده القوة الوحيدة اللي عكس اتجاه الحركة. مسألة 5 بس عشان بس فيها كلام مختلف شوية، فقلت بس أقول الفكرة بتاعتها، هي سهلة جدا ما فيهاش أي اختلاف على اللي احنا قلناه، بس يعني طريقتها مختلفة شوية. طبعا بيقول لك ايه نمبر ايه، بيقول لك ارسم الايكويشن بتاعت الام 1، نفس الكلام خالص مش هعيده يعني، بس هو الام 1 بتاعتك كل اللي هتعمله هترسم القوه بتاعتك كل حاجه، وتكتب الفانكشن بتاعتك او المعادله او الايكويشن بتاعتك يعني. الفكره بس في بي، هو بيقول لك في بي ايه، بيقول لك اكتب الايكويشن او الاكسبريشن بتاعت الاف 2. طب انت بتدور على الاف 2 ما لقيتهاش، يبقى دي كده اعرف انك هتزود حاجه. بيقول لك هو اتجاهها رايت، يبقى انت خلاص عارف ان الاف 2 بتاعتك رايت. بيقول لك اللي لازم تخلي لك ان يعني الماس 2 دوت تعمل ديسبليسمنت او اكس يعني، هي الفانكشن اللي هي الاكس 2 في التي اللي هو اصلا راسمها لك. فانت ما تتخضش، انت كل اللي هتعمله هتكتب نفس المعادله اللي انت اتعلمتها، مش هتعمل حاجه، انت بس هترسم له هنا كده في فانكشن اسمها، او في فورس هنا كده اسمها اف 2، وكل اللي هتعمله هتدخلها في المعادله بتاعتك اللي انت هتدرس بيها الجسم ده، بس مش تعمل اي حاجه. طب ايه بقى معنى الكلام ده؟ هو بيقول لك بس اربط لي الفانكشن او اسف الفورس بتاعتك اللي داخله بالديسبيسمنت دي. فانت هتربطها ازاي غير الايكويشن؟ ما انت هتربطها بايكويشن، هي نفس الايكويشن انت هتكتبها، بس مفيش اي اختلاف، انت اختلاف بس انك بتحط له الاف بتاعتك دي، وبيقول لك الاتجاه بتاعها يمين، الديسبيسمنت بتاعك يمين. فكل اللي هتعمله هتروح كده للفري بادي دياجرام، هترسم له البوكس بتاع الام بتاعتك كلها كده، وترسم له الاف بتاعتك 2 اهيت، وهترسم له باقي الفانكشن بتاعتك كل باقي الفورسز بتاعتك كلها. البي 2 هترسمها اللي هي كانت فين، اللي هي كانت فين، اللي هي كانت الفريكشن بتاع الارض هنا كده، هي الحركه بتاعتك يمين، فدي هتؤثر شمال. هتؤثر شمال ازاي؟ هتبقى بي 2 في الام في الاكس دوت، في الاكس اللي هي الفي يعني السرعه في الاكس دوت. طب هتقولي طب ما في جسم هنا، عشان بس ما تلخبطش، في جسم هنا كده المفروض اطرح ومش عارف ايه. لا، هو الفريكشن ده خاص بالجسم ده بس، خاص بالماس ده بس. امتى بطرح؟ لما الاقي حاجه زي الكي دي، لما الاقي حاجه مثلا زي البي مثلا، لو هنا كان في مثلا داش كده بوت كده، لو كان في كده هطرح. بس ما دام القوه بتاعتك ما بتاثرش على اي حاجه غير الجسم بتاعك بس، فانت بتستخدمش غير الاكس بتاعت الجسم بس، ما تستخدمش غير الاكس ايه بتاعت الجسم بس، مفيش اي فرق فيه. حلو، عشان بس ما تلخبطش في الحته دي. بس نكمل. فانت عارف ان الدقيقه بتاعك يمين، فانت هتحط كل قوه شمال. دي طبعا بتاعت الماس بتاعتك، اوعى تنساها عشان مش مرسومه، ما تنساهاش، هي ممكن ما تنساهاش. بص افتكرها ازاي، ان لازم يظهر عندك اكسيليشن، لازم يظهر عندك دبل دوت، ممكن ما يبقاش فيه فريكشن فيبقاش عندك في اللي هي السرعه اللي هي الاكس دوت، ممكن ما يبقاش عندك سبرينج فيبقاش عندك اكس اللي هي الديسبيسمنت اللي هي الاكس العاديه، تمام، بس لازم يظهر عندك الاكسيليشن بتاعك. حلو كده، حلو قوي. فكل اللي هتعمله هو ليه لازم يظهر عندك الاكسليشن بتاعتك؟ ليه بقول لازم؟ عشان اصلا القانون بتاعك اساسه ايه، ان السيجما بتاعت الفورسز كلها بتساوي الام في الاي اللي هي الدي في على الدي تي اللي هي الديفرنشيشن بتاعت السرعه يديك اكسليشن. فده اساسي، ده لازم يظهر. اللي مش لازم يظهر ايه، اللي جوه السمشن ده مش ممكن يظهر، يعني الاي في اف دي ممكن تحتوي على الكي، حلو، ممكن تحتوي على البي، ممكن تحتوي على الاثنين، ممكن تحتوي على الفريكشن بتاع الارض اللي هي البي، فممكن تحتوي على كذا حاجه، بس اللي لازم تحتوي عليه الايكويشن كلها هي الترم بتاع الاكسليشن اللي هو الدي في على الدي دي، ده القانون نفسه. حلو، فاللي جوه السمشن ممكن في حاجه تختلف، ممكن ما يبقاش ظاهر الكلام ده. نرجع للحل بتاعنا، هو اصلا حل خلص خلاص. كل اللي هتعمله بقى هترسم الفانكشن بتاع الايكويشن، انا مش عارف بقول فانكشن ليه، الايكويشن بتاعتك، وهتكتب بس الكي 2 بتاعتك اللي هي الاخيره اللي هي كانت رابطه ما بين الاثنين، اللي احنا عشان ما ننساش الكي 2 كانت رابطه ما بين الاثنين، والاثنين في نفس الاتجاه، فهتكتب الكي 2 مضروبه في الاكس 2 فانكشن في التي، يعني هو جايبها لك فانكشن في التي ناقص الاكس 1 بتاعتك اهي، الاكس 2 فانكشن في التي ناقص الاكس 1 بتاعتك بس كده. وهتعمل ايه اخر خطوه بتاعتك؟ هتكتب الفانكشن اللي هو كان عايزها اللي هي الاكسبريشن اللي بيربط لك الاف 2 بتاعتك بالديسبيسمنت بتاعت الماس بتاعتك اللي هي الاف 2 هي يمين، وبعد كده كله شمال بقى، الام 2 بتاعت الماس، البي 2 بتاعت بتاعت الفريكشن بتاعت السطح، والكي 2 بتاعت السبرينج بتاعتك، وربطت اهوت، ربطت ايه اهوت، ربطت الاف بتاعتك اللي هو اللي انت زودتها بالديسبيسمنت بتاعت الجسم بتاعك بس كده. كده نكون خلصنا الشيت، هو شيت سهل مش مستاهل فيديو، بس عشان بس اربط نفسي ان انا اكمل شيتات ان شاء الله المادة دي. ان
عشان يعني مش هلحق اشرحها وكده، فكفايه الشيتات بتاعتها يعني. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا. فيديو سريع خفيف سهل سهل بجد. بس اتمنى تكونوا استفدتوا، مش هطول عليكم. شكرا، سلام.